炸多少？أخذنا بالدرس السابق الصيانات التصحيحية للمكونات المادية، أخذنا قبلها إنه الصيانة الوقائية، خلصنا منها، جينا بدينا بالصيانة التصحيحية اللي هي ما بعد وقوع الكارثة، خلينا نسميها ما بعد وقوع المشكلة اللي تكون بالحاسوب. طبعا أيضا الصيانة التصحيحية قلنا في يعني فيها نوعين، صيانة تصحيحية للهاردوير وصيانة تصحيحية للسوفت وير، صيانة مكونات مادية، صيانة مكونات برمجية. طبعا أخذنا صيانة أعطال وحدات الإدخال اللي هي قلنا صيانة لوحة المفاتيح بها عطل كذا 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 وتشخيصات. انتقلنا إلى الصفحة اللي بعد، أخذنا السي دي، قلنا السي دي إذا يكون بعطلين بتشخيصين أيضا. وجينا أخذنا المذر بورد وتكلمنا أيضا عن العطل اللي حصل على المذر بورد والتشخيص الثاني اللي الخاص بالمذر بورد. جينا ايضا تكلمنا على صيانه المعالج السي بي يو، قلنا ليش ترتفع درجه الحراره ويصير توقف مفاجئ في عمل جهاز الحاسوب، قلنا فيها تشخيصين، قد يكون ارتفاع حرارته بسبب جفاف المعجون او البيئه المحيطه بالحاسوب. جينا ايضا الى الشاشه، تكلمنا عن الشاشه اللي هي من ضمن وحدات الاخراج الثالثه، اذا عندي ثلاثه وحدات ادخال معالجه اخراج، الاخراج بها فقط شاشه وطابعه، الشاشه بها ثلاث اعطال وبها ثلاث تشخيصات، والطابعة أيضا فيها عطلين وتشخيصين. تمام، وانتهى الدرس بالنسبة للفصل الأول، وصلنا الفصل الأول وقلنا هذا نهايته، يعني تقريبا أنه ناخذ لنا هذا الدرس هسه، هذا ناخذه احتمال نمتحن إن شاء الله شهر. نجي إلى هسه خلصنا من الصيانات الوقائية بشكل عام والصيانة التصحيحية للهاردوير، نجي على الفصل الثاني راح يتكلمني على صيانة برمجيات الحاسوب اللي هاي نطيق عليها، خلينا نقول يعني اللي احنا نقدر عليها، راح نشوفون حتى حطها في فصل بوحدها، لان يعني كثير امور بها تفاصيل يطيق الانسان يعملها بايده، بس الهاردوير لا، الهاردوير اكو ناس مختصه اذا حاولت انظف وما تنظف، اكو ناس مختصه تعالج لي الامر. فنجي الى الدرس الاول، الصيانه الوقائيه للبرمجيات. ما المقصود بالصيانه الوقائيه للبرمجيات؟ هي إجراءات وقائية. طبعا العفو. إيه. هاي صيانة برمجيات أيضا يجي على صيانة وقائية. هناك الفصل الأول إيش كان من يعرف صيانة وقائية للهاردوير، العفو الصيانة الوقائية للهاردوير والسوفت وير. تمام؟ تشوفون بس خلي ذا أرجع الكتاب ثواني. خلي أفوت إلى الكتاب بس حتى يكون واضح الأمر. ثواني ترى يصير عندكم خلط. الرابع هذا كتاب الحاسوب. اوكي زين، خلينا نسافر. تمام، هذا كتابكم. بالوحده الاولى بها فصل اول وثاني، الاول صيانه المكونات الماديه للحاسوب، الفصل الثاني صيانه البرمجيات. اذا الفصل الاول كان بس مكونات ماديه، والفصل الثاني راح يتكلم عن صيانه البرمجيات. الفصل الاول تكلمنا عن الصيانة الوقائية، قلنا الصيانة الوقائية، شوفون ما الصيانة الوقائية المكونات المادية صفحة 7، رجع أتكلم عن كل المكونات المادية كوقاية، اللي خلنا نمسح ونعطي فير، هذا اللي اسمه شسوار، هذا ضخ الهواء. زين، وكملنا كل الأجزاء المادية الهاردوير بالنسبة للحاسوب كوقاية. رجع بالدرس الثاني أخذ تصحيحية همين منه للمكونات المادية، ايضا اخذنا وحدات ادخال وحدات اخراج ومعالجه. تمام، وانتهى الفصل الاول. اذا الفصل الاول عباره عن فقط هاردوير، عباره عن مكونات ماديه وقائيه وتصحيحيه. هسه بالفصل الثاني راح يتكلم عن الوقائيه للبرمجيات، الوقائيه للبرمجيات والتصحيحيه للبرمجيات. اذا الفصل الاول كان
مكونات ماديه بنوعيها الوقائي والتصحيحيه. هسه راح ناخذ السوفت وير البرمجيات يعني برامج داخل الحاسوب ايضا راح ناخذ كوقايه وكتصحيح. تمام؟ فنجي ما المقصود بالصيانه الوقائيه للبرمجيات؟ يعني هاي البرامج هسه مثل هذا البرنامج اللي عندي هذا او مثل الويندوز هذا بشكل عام، اشلون اعمل له وقايه؟ هي اجراءات وقائيه تعتمد لتجنب حدوث مشكله من المحتمل ان تحصل لتؤثر في عمل تطبيق ما. اذا يتكلم عن برامج مثل عدم توافقيته مع بيئه نظام التشغيل او تطبيقات اخرى. اجراءات وقائيه تعتمد لتجنب حدوث مشكله من المحتمل ان تحصل. تمام؟ ممكن ان تحصل لتؤثر في عمل تطبيق ما مثل عدم توافقيته مع بيئه نظام التشغيل. مثلا هذا البرنامج عندي نص، وهذا البرنامج مثل ما يشتغل على ويندوز 7، انا اجي انصب على ويندوز 7 ما راح يشتغل. فهنا أنا لازم شنو؟ يا احدث النظام الويندوز 7 حتى انه يشغل لي هذا البرنامج المهم اللي عندي، يا هو البرنامج نفسه ادور على نسخه اقدم تشتغل على ويندوز 7، او مثلا مرات نفس البرنامج على ويندوز 10 يشتغل بويندوز 10 عند اشخاص ونيجي احنا بويندوز 10 ايضا ما يشتغل عندنا. ليش؟ هسه اقول لكم ليش، بس خلي اختي هذا ثواني. هنا تشوفون كليك يمين على الدي اس بي سي اقل بروبرتيز، هاي بروبرتيز شكو اكو سيستم تايب، عندنا سيستم تايب هنا 64 بيت. بس كم للزوم تاخذ المهم الفرنسي. تمام، هنا السيستم تايب عندي يقرا 64 بيت، شوفون 64 بيت اوبريتنج سيستم نظام التشغيل 64 بيت. تجون على نفس الحاسبه يعني خلينا نقول حاسبتين اشتريت لهم توأم، اجى الشخص نصب ويندوز 32 بيت واجى الشخص نصب مثلي انا 64 بيت، راح اشوف برنامج يشتغل عندي ما يشتغل عند الشخص الثاني. ليش؟ لانه هو منصب سيستم اوبريتنج سيستم بنظام 32 بيت، فراح نلاحظ انه ما راح يشتغل. فهنا لازم نعمل توافقيه، يا اما البرنامج نفسه اللي مثلا فوتوشوب، يا اما اروح اجيب نسخه تشتغل على 32 بيت، يا انا الويندوز كله اغيره عن ويندوز 64 بيت حتى يشغل لي البرنامج. واضح طالبات؟ فمثل الترهيم يعني الرهم انه يا الويندوز نحدثه يا البرنامج نعالجه بحيث انه يتوافق مع الويندوز. نيجي اولا، طبعا يمكن تكلمنا عن هذا الدرس ما تمام طالبات، لو بالبنين انا اعتقد اعطيتكم اياه ما صحيح، تحديث نظام التشغيل. دنيا، نبا، مريم، لينا، اخذنا هذا اولا. مريم استاذ يمكن ما اخذنا له، ما اعرف ما عاد اتذكر. تمام يلا ما يخالف ما مشكله، راح اشرحه. تحديث نظام التشغيل الخاص بالويندوز بشكل منتظم هي خدمة تقدمها شركة مايكروسوفت بإضافة خصائص جديدة لنظام التشغيل أو لتصحيح عملية بتحديث ملفاتها عبر الإنترنت، لازم يتوفر إنترنت، وتعد من إجراءات الصيانة الوقائية المهمة، وإهمالها قد يؤدي إلى تعرض الحاسوب لمشكلات مثل عدم توافقية مع بعض التطبيقات أو تعرضه للبرامج البرمجيات الخبيثة، إذ يجب التحقق بانتظام أسبوعياً أو شهرياً من وجود تحديث لنظام التشغيل ويندوز مع التأكد من تثبيتها والإجراء عملية التحديث أبديت لنظام التشغيل. نقوم بالتالي، يجي سؤال كيف نقوم بعملية التحديث لنظام التشغيل ويندوز؟ كيف نعمل أبديت؟ تذكرون هذه الخطوات، النقر على قائمة ستارت واختيار الأمر سيتينج، النقر على أبديت آن سيكيورتي من القائمة الظاهرة، النقر على ويندوز أبديت من يسار النافذة، النقر على الأمر تشيك أوف أبديت. هذا يجي نظري ويجي عملي أيضا، يجي مثلا اخلي لكم افتحوا حاسبتكم اعملوا لي شلون اسوي تشيك اوف ابديت، تشيك فور ابديت. تمام، يجي نظري ويجي عملي، هاي اربع نقاط. زين راح نجي نعملها، شوفوا هو ما يقول اذهب الى ستارت، هاي ذهبت الى ستارت، بعدين سيتنج، هاي السيتنج تشوفون على اليسار هنا سيتنج سيتنجز. تمام، اضغط عليها
راح اسوي هكذا الشاشتين. هنا ثالث نقطة ايش ثاني نقطة ايش يقول النقر على ابديت سكيورتي، ابديت اند سكيورتي من القائمة الظاهرة، ادور هنا وين ابديت اند سكيورتي اخر شيء، هاي جوا ضغطت عليها اخر شيء ايش قال النقر على الامر ويندوز ابديت من يسار النافذة، هاي النافذة على يسار شكو ويندوز ابديت، هذا ويندوز ابديت تمام. بعدين النقر على الامر تشيك اوف ابديت، انا هنا بهاي المكان انا عامل تشيك اصلا، فاصلا هو شلون عندي تحديث شوفونا سلسة عمل له هكذا راح يكمل التحديث اللي انا اصلا مسوي له تشيك، وقال لي ايه اكو تحديث وقلت له نزله بس وقفته، ليش؟ لان كان ما عندي نت فوقفته حتى لا يظل يفور ويطلع لي رسائل. المهم هنا شوفون تشيكينج فور ابديت، هنا بدا يدور لقى تحديث حاليا هو يعمل انستالينج، هاي بالحاسبه تقدرون تعملوها. اعيد اجي على قائمه ستارت اروح على السيتنجز، شلون بالايفون او بالسامسونج تروحون على الضبط على العام بعدين تروحون على تحديث النظام نفس الشيء، اروح على ويندوز على السيتنجز اروح هنا افتح هاي اكبرها ادور على ابديت سكيورتي، هاي اخر شيء ابديت، اروح اعمل تشيك اوف ابديت، هنا ايش قال لي نزل التحديث وضاف لي هذا النيت فريم ورك ضاف لي اياه، تشوفون هنا سكيدجول سكيدجول ريستارت تمام، جدولة يعني إعادة تشغيل الحاسوب، أقول له ريستارت ناو أو سكيدجول راح أخلي يعني مثلا بكذا ساعة، أنا أقول له بكذا ساعة طفي الحاسوب بس هسه حاليا ما أحتاجه. هذا بالنسبة لي أولا تمام، كيف نعمل تحديث هذا العملي مالته والنظري، أنت من حفظتي العملي النظري بسيط تمام. نجي إلى ثانيا الاحتفاظ بمساحه خزنيه خاليه في القرص، طبعا هم علمتكم اياها تذكرت علمتكم تعملون ديسك كلين اب. من ابرز مشكلات تحديث من نسخ ويندوز الى نسخ احدث هي مشكله نقص المساحه في القرص الصلب، والسبب يعود مثل الموبايل مرات ما بالسامسونج او الايفون يقول مثلا الذاكره ممتلئه قم بتفريغ مساحه من الذاكره، فبالحاسوب مثلا عندي كل ملفات مهمه بس اكو ملفات غير مهمه بس مخفيه، هي مشكله نقص المساحه والسبب يعود الى ان نظام التشغيل يحتفظ بنسخه احتياطيه من ملفات النظام. كيف نقوم بعمليه تفريغ او تنظيف ذاكره من الذاكرات او البارتيشنز الموجود عندي؟ هذه هي الخطوات. اولا البحث عن الامر ديسك كلين اب من شريط المهام، ديسك كلين اب من شريط المهام، هاي شريط المهام تمام، هذا بالبحث، هذا البحث، هذا ما شريط المهام، هذا تشوفوه بالاسفل، اروح وين على البحث اكتب هنا ديسك، بس اكتب ديسك يطلع لي ديسك او اكمله ديسك كلين اب تمام. هنا راح يقول لي يا بارتيشن تريد تنظف، انا مثلا اريد انظف البارتيشن السي، راح اقول له اوكي، راح تشوفون يبدا ينظف، بدا بالتنظيف. ظهر لي هنا هذه الملفات، هنا اقول اختار درايفر، ضغطنا على اوكي، انقر على البريفيوس ويندوز انستاليشن، وين البريفيوس ويندوز انستاليشن؟ اذا ما موجود يعني ممسوح اصلا يعني فارغ اصلا هو ما موجود تمام. يقول من القائمه في شكل مجاور، يعني من هاي القائمه تضغط عليها زين، يقول وهناك عده خيارات لملفات يمكن حذفها، يعني هاي على اليسار هسه انا ظاهره امامكم، هاي اشكو بها يمكن احذفها، كلها ممكن احذفها لان لو مهمه ما كان ظهرت لي، كلها ما مهمه، كلها زايده. مثل هذا تشوفون هذا موجود هنا عندي هذا باللون الاصفر، انا حاليا عندي 256 ميجا بايت استطيع تنظيفه، ذاك المره لما نظفنا كان 17 جيجا نظفناها، اقول له اوكي تمام، شوفون اقول له اوكي بعد ما احدد المربعات بالصح كلهم، اقول له اوكي، اقول له ديليت فايل، انتظر لحد ما يكمل تنظيف البارتيشن زين. هذا بالنسبه الثانيه، ايضا يجيكم كيف اعمل ديسك كلين اب مثل ما علمناكم ابديت يجي ديسك كلين اب. نجي ثالثا ترقيه وتحديث البرمجيات، بروجرام ابجريدنج اند ابديتنج، هذا سوفت وير ابديت، بس دقيقة طالي بس ثواني يلا
نجي على ثالثا، ترقية وتحديث البرمجيات بروجرام ابجريدنج اند ابديتنج. هنا ايش يقصد؟ يقصد البرنامج نفسه اللي هسه مثلا هذا انا استخدمه، شو اسمه؟ اكتف انسباير ستوديو، او انا عندي فوتوشوب مثلا، خلينا نفتح هذا الفوتوشوب على سبيل المثال اللي على اساس كنا ندرسكم اياه. شوف اسهل، خلي يفتح. زين، هذا الفوتوشوب نفسه صار عندي بيه مشكله هسه حاليا. تشوفون هسه هاي الشاشه، هذا اللي البرنامج كراك ماس. مثلا اجت نسخه حديثه من فوتوشوب، انا ما اروح امسح البرنامج عمود انزل نسخه 2021، انا مجرد اروح ادور. دائما يكون التحديثات بالاخير يا اما بالهيلب، هاي الهيلب او بالانفو انفورميشن، بس ينكتب انفو او بالهيلب او بال مثلا، فهي دائما تكون بالاخير يعني بهاي الامور. اجي ابحث عن الابديتس، تمام؟ هنا عندي هيلب ايش مكتوب؟ ابديتس هنا بالاخير، هنا مخفي. ليش مخفي؟ هذا البرنامج كراك، هذا البرنامج ما يرتبط مع شيء، ما انا ما عامل ساين ان، فما يعرف اصلا اكو تحديث جاء له ماكو تحديث، تمام؟ هذا وحتى لو حتى اكو مرات كراك يجي بها تحديث، من تعمل تحديث يروح الكراك يخرب مباشره، يطلع لك انه 15 يوم يخفي البرنامج. فاحنا دائما بننزل برنامج كراك ما نعمل له ابديت. فهذا الابديت مثل ما تلاحظين، لو هذا البرنامج مدفوع بالعكس انا اعمل له ابديت. زين، هذا الاكتيف انسباير اذا تشوفون البرنامج اللي هسه انا استخدمه ايضا بي هيلب، بالهيلب اشكو تشيك فور ابديتس، تشيك فور ابديتس، البحث عن تحديثات اضغط عليها راح يشوفون تشيكينج، يعمل تشيكينج. هنا ايش صار؟ اكو خطا معين. ليش؟ لان هذا ايضا ب كود وهمي، ما يعني ما برنامج غالي يعني كثير، تمام؟ نجي تحديث البرمجيات software update، يسمح كذلك تصحيح البرمجيات وإضافة إصلاحات وتحسينات لميزات تطبيق معين لإزالة الأخطاء وسد الثغرات الأمنية، فضلاً عن عدم عن دعم توافقات بسيطة لذلك التطبيق كما يحصل، تمام، في تحديث نظام التشغيل ويندوز الذي ورد شرحه مسبقا. اخذنا تحديث الويندوز، نجي ناخذ تحديث اي برنامج بداخل الحاسوب، مثل فيسبوك، ما مرات بالايفون يقلكم جاء تحديث على الفيسبوك، تروح تعمل تحديث من الاب ستور او نفس البرنامج على الشاشه يطلع جواك، هاي الداونلود بالايفون يطلع جوا انه مثل الغيمه كلاود انه يسوي عمليه داونلود البرنامج. زين، اما الترقيه سوفت وير ابجريد يختلف عن ويندوز ابديت. سوفت وير ابجريد العفو يختلف عن سوفت وير ابديت، اللي هذا هو، هذا تشوفون هذا اشنو هو؟ هذا اضافه اصلاحات، تعريف ايش هو سوفت وير ابديت؟ هو اضافه اصلاحات وتحسينات لميزات تطبيق معين لازاله الاخطاء وسد الثغرات الامنيه، تمام؟ الى هنا هذا تحديث سوفت وير ابديت. اما السوفت وير ابجريد هي اصدار جديد، تمام؟ السوفت وير ابديت احتمال تحديث يكون ما اصدار جديد، فقط يعمل تحديث، يعني خلينا نقول 7.2، هذا مثلا الاصدار 7.2، من يجي تحديث سوفت وير ابديت راح يكون 7.3. التحديث الابديت يجي 7.2 7.3 7.4 5 الى اخره، من يتغير اللي على اليمين. اما الابجريد ايش راح يصير؟ لا، السبعه نفسها راح تتغير، تصير 8 مثلا، اوكي؟ حتى يصير عندكم واضح الامر، شنو ابديت شنو ابجريد. هي اصدار جديد، تعريف الابجريد هي اصدار جديد من نفس التطبيق مع توفير تحسينات جوهريه لتميزه من النسخه السابقه. يعني ما انا اجي اعمل، الشركه ما تعمل ابجريد مثلا للفيسبوك، نجي نفتح والله ما يبين الفرق، خلينا نقول ما يبين الفرق، يعني وين الفرق؟ احنا ليش عملنا تحديث اذا هو نفس الواجهه ونفس الهوسه؟ لا، مثلا هم يجون يعملون مثلا امور حلوه بالبرنامج، يغيرون كذا، يضيفون، يعالجون مثلا مشاكل صايره من مثل هذه الامور، تمام؟ فهي اصدار جديد من نفس التطبيق مع توفير تحسينات جوهريه لتمييزه من النسخه السابقه وليكون اداؤه اكثر تطورا، تمام؟ الى هنا تجيبوا مثال، اكتبوا مثل
ترقية مايكروسوفت وورد 2013 إلى منو؟ مايكروسوفت وورد 2016. هذا مثال من مايكروسوفت 13 إلى 16، أو من ويندوز 8 إلى ويندوز 10. أوكي، من ويندوز 8 إلى ويندوز 10 أعمل تحديث، هذا أبجريد يسموه، بس الأبديت لا، إصلاحات تكون فقط. زين، نجي إلى مثل ما قلت لكم قبل شوية، قلت لكم 7.1 يمكن التمييز بين الترقية والتحديث، الترقية والتحديث بملاحظة الرقم المرافق مع نسخة البرنامج، إذ يمثل أقصى الرقم من اليسار رقم الترقية، مثل ما قلت لكم السادة ما هو 8.2، هذا يسموه إصدار يعني، خلينا نقول هذا أبجريد، هذا الثمانية أشنو؟ أبجريد ترقية، هذا من يصير 9 يعني صار أبجريد، صار ترقية إصدار جديد خلينا نقول. أما بينما يقول جهة رقم الترقية يعني من جهة اليسار يسمى رقم الترقية، هذا يجيكم كفراغات، يمثل أقصى رقم من جهة اليسار، مثلا أكتب لكم 8.1 يمثل أقصى رقم من جهة اليسار فراغ رقم الترقية، بينما كل رقم يليه بعد الفاصلة بعد الدوت، بعد هاي الدوت تمام، 2 3 4 مرات 5 أرقام مثلا 2 5 3 0 أو 2500 أو كذا تمام، هذا الرقم 2 يسمى تحديث، رقم التحديث. إذا مثل رقم 8 نسخة الترقية، هذا نسخة الترقية، بينما هذا الرقم اللي على اليمين اللي هو أصلاً واحد هنا قدامكم على الشاشة هو رقم التحديث. إذا على اليسار ترقية، على اليمين تحديث. زين، رابعاً إجراءات لصيانة نظام التشغيل، إجراءات لصيانة نظام التشغيل. رابعاً نظام التشغيل، ما هو الأوبريتنج سيستم يعني، يعني النظام نفسه، نظام الحاسوب، نظام الويندوز، احتاج ان اعمل له ترقيه، اعمل العفو صيانه، فالصيانه يسموها تشيك ديسك. ما هو تشيك ديسك؟ احد اهم، تكتبون تعريفه، احد اهم برامج صيانه نظام التشغيل لتشخيص الاخطاء ومحاوله تصحيحها ومعالجه المساحات التالفه على القرص الصلب، كما يضمن الحفاظ على البيانات من التلف. هذا تعريفه، يعني هو شنو شغله؟ يعالج لي اخطاء، يصحح لي، عندي مساحات تالفه يمسح لي اياها، عندي تعرفون الهارد بيصير يعني فراغات بين الملفات ما تبين، يعني انتم ما تعرفون يعني، بس هو يكون داخليا بالسيستم، فهنا شنو؟ يعني يمسح لي هاي الملفات التالفه، يعالج لي هاي المشاكل، يحاول يصحح لي من الاخطاء اللي موجوده. كيف اعمل تشيك ديسك للحاسبه؟ تابعوني. This PC، أروح على This PC، هذا This PC. زين، أروح على أي partition أنا أحس بيه مشكلة، دائما هو إحنا نعمل لل C، يعني هو C هو الأهم شيء، هذا C، أقل له properties تمام، properties، أروح على كليك يمين، كليك الأيمن على C properties تمام، اختفى هذا properties، أروح على tools، هذا tools تمام، بالtools هنا يطلع لي check، يقول this option will check the drive for file system errors، هذا راح يفحص لنا errors، اقول له check، اقول له scan drive تمام، ننتظر كم دقيقة، 25 سكند، 10 سكند، 30 سكند، هذا بالعكس هذا check هيعمل، هيعمل سكان هسه، راح بعدين يظهر لي اذا كان اكو ولا ماكو، راح يطلع لي سكسسفولي تمام، يور درايف واز سكسسفولي سكان، سكسسفولي سكان تمام، انتهى الموضوع. اعيد، كليك يمين على السي، نضغط كليك يمين على اي بارتيشن، بروبرتيز، تولز، على السي هو اكثر شيء، ما راح تشوفون يعني ما مهم يعني، لان شنو دائما نظام التشغيل يصير فيه مشاكل، هاي بارتيشنات ما يعني ما يصير بيها مشاكل كثير، بس الأهم أستطيع أعمل تشيك، بس إحنا نعمل على السي أكثر شيء اللي هو الويندوز، كليك يمين Properties Tools Check، أربع خطوات، كليك يمين Properties Tools Check، وأقول له سكان درايف، تلاحظون هذا أولا يعني لإجراء هذا العملي مالته، التعريف فوق، العملي جوا، ولإجراء فحص نتبع الخطوات الآتية، فتح This PC
ثم نقف بزر الفأرة الأيمن على التقسيم، يعني البارتيشن يقصد، الذي نرغب في إجراء الفحص له سكان ديسك، اختيار الأمر Properties ثم Tools ثم النقر على Check. سيقوم الويندوز بظهر نافذة تحتوي على أمر سكان درايف الخاص بتصليح الأعطال وإزالة الأخطاء من فات البارتيشن. هاي الخطوات 3. زين، هذا بالنسبة للتشيك ديسك. أكو تحته كان أيضا بنفس المكان شيء اسمه ديسك هذا يعني ديفراجمنت، اللي هو كان اسمه اوبتمايز. هسه اشوفكم. هو يقول برنامج الغاء تجزئه القرص الصلب لغرض اعاده تعيين مواقع البيانات المخزونه على القرص الصلب على شكل مساحات متجاوره ولتوليد مساحات فارغه جديده، يتم استخدام اجراء الغاء التجزئه اذا لفارغه جديده التعريف من اعاده تنظيم، هو اعاده تنظيم مواقع البيانات. يعني شنو؟ انتوا عندكم دولاب ملابس، خلينا نقول دولاب ملابس او دولاب كتب او ملابس ايا كان، انا من اجي اخليها بصوره عشوائيه وشي فوق شيء وما مرتب، راح نشوف ملا الدولاب بسرعه، راح يملي الدولاب. اما لو انا اجي ارتب القطع، راح نلاحظ انه يتسع الاكثر من اللي كان موجود عليه. تمام؟ فهنا ايش راح يعمل بالهارد؟ يرتب البيانات. تمام، يرتب البيانات. فالعملية شو راح تكون؟ هذا بالعملي باقي 10 دقائق على انتهاء الدرس. اوكي، هذا النظري هو تعريف. العملي ماله نقر على this PC، تشوفون الالف وباء يشبه اولا وثانيا هنا. تمام، الالف والباء هم نروح على properties ونروح على tool. اخر شيء بس نختار ايش؟ شوفوا، روح على this PC، روح على البارتيشن اللي انا اريده مثلا سي كالعاده، اروح على Properties، اروح على Tools نفس قبل شويه، بس مو عملنا تشيك، هسه نعمل اوبتمايز. التشيك هو تشيك ديسك الاول، هذا اولا اللي اخذناه تشيك ديسك اللي هي رابعا. اما هسه ايش اخذنا احنا؟ اخذنا الديسك ديفراجمنت اللي هو اوبتمايز الامر مالته، هذا ثاني واحد اقل اوبتمايز. اوبتمايز شوفون ايش راح يطلع؟ سي دي اي اف جي، راح اختار سي، هذا السي مثل ما تلاحظون، اقول له اوبتمايز، شوفون كمل اوبتمايز. تمام، كمل. اروح الثاني اقول له اوبتمايز، كمل اوبتمايز، كمل اوبتمايز، كمل. هذا جي هذا الفلاشه، فما ما ما نقدر نتلاعب بها، نيفر ران، لا يمكن. تمام، فهي العمليه أعيدها، كليك يمين على C Properties Tools Optimize، راح تظهر لي شاشة واجهة ثانية. تمام، هسه هذا اختار أي Partition أقول له Optimize. هذا بالنسبة لحد هذا المكان. يقول سيقوم نظام التشغيل بإظهار نافذة أقسام القرص الصلب، نختار Optimize على الجزء المطلوب من القرص. اكو ايضا شغله ثانيه اللي هي دال، هاي نقطه اضافيه، كما يمكن باستخدام الامر تشينج سيتنج السماح لنظام التشغيل باجراء عمليه اوبتمايز يوميا او اسبوعيا او شهريا. يعني انا ما اجي يوميا، انا اشد عندي مثلا اليوم شغل، انا خما دائما يجي على بالي اعمل بروبرتيز واروح على تولز. تمام، بروبرتيز تولز اوبتمايز، انا عندي شغل مستعجل، لا انا اروح على اوبتمايز، ما اعمل اوبتمايز كل مره، لا اروح على تشينج سيتنجز، هاي بالاسفل تشينج سيتنجز، اضغط اوكي. هنا ايش راح يطلع؟ يقول ران سكيدجول ريكومندد. تمام، نعمل جدوله او مثل تقويم او فد جدوله هو يعملها، او يعني كل فتره، فكل ويكلي يعني ويكلي ديلي مونثلي، انا كل ويكلي مخليها يعني ديفولت. تمام، اقول له اوكي، هسه هو خلاص ويكلي، اذا عمل له مونثلي راح يصير يطلع عندي لوك هذا، تشوفون اوكي، اقول له ديلي ديلي، خلي ويكلي، اوكي، واقول له اوكي، واسوي كلوز واطلع، هو مباشر هو راح يصير اوتوماتيك يعمل اوبتمايز. اما اذا اريد بايدي لا افوت على التوز واعمل له تشيك، العفو، اوبتمايز، اقول له اوبتمايز وانتهى الموضوع. اذا اريد اوتوماتيك اروح على تشينج سيتنج واعمل له سكيدجول، اطلع اطلع اطلع، ارجع للكتاب. انتهت عملية الاوبتمايز. نجي إلى ثالثا،
حذف الملفات المؤقتة. يقول لي غرض تحسين أداء الحاسوب تحذف الملفات المؤقتة temporary في الحاسبة التي تنتج في أثناء عمل النظام. طبعا هاي ملفات هي داخل الشغل يعني تتكون عندي، بس شنو غير مهمة أنا لازم أمسحها. صباح الخير مريم ياسر. مريم ياسر. نعم أستاذ. شو مستعجلة جاية اليوم؟ خلاص الدرس. أستاذ صدق ما كان عندي كهرباء، يعني هسه اجت الوطنية وقدرت اقعد. يلا خلاص انا اصلا راح اسجل فيديو ابعث لكم اياه على القناة اللي يمكن دخلتوا عليها. تمام؟ اي تمام أستاذ. والله يعني ما كهرب يعني فما قدرت اقعد. صحيح حخش هاي لا عشاقة بس هيجي. يلا ماشي راح اكمل. يلا باي. هسه عندنا شنو؟ عندنا الملفات اللي داخل الحاسوب. مثلا انا انصب برنامج اشتغل على شيء، اكو ملفات هي تتكون عندي خصوصا من اشتغل على الانترنت، فراح تكون ملفات يعني شلون اقول اثناء عملها كانت مفيده بس بعدين ما راح تكون مفيده، بس ما راح تمسح الا انا امسحها. هذه الملفات تمام؟ اذ ان بقاء هذه الملفات وتراكمها يسبب بطئا في تنفيذ المهام، ويمكن المستخدم حذف الملفات المؤقتة في الحاسوب بشكل تلقائي باتباع الخطوات الآتية. يجي عملي تمام؟ أو إذا بالنظري بالامتحان التحريري يعني على ورقة أقول لكم كيف يمكن حذف الملفات المؤقتة هذه. تمام؟ اذكروا لي هالخطوات، النقر على ستارت ثم الأمر سيتينجز. شوفون هذا ستارت من اليسار ثم سيتينجز هذا. أوكي؟ راح أفتح شاشتين أتبع الخطوات الموجودة. اثنين اختيار الامر سيستم، اجي على الامر سيستم، انا وين حاليا بالسيتنجز، اروح على الامر سيستم. ثالثا الضغط على الامر ستورج، وين هو؟ على اليسار هذا. شوفون من اليسار اختاريته. زين بعدين ثم تشغيل خاصيه ستورج سينس، تمام؟ اللي هي فوق، هاي فوق ستورج سينس كان اوتوماتيكلي فري اب سبيس باي جيتنج ريد اوف فايل يو دونت نيد، يعني يمسح لك اوتوماتيك الملفات اللي انت ما تحتاجها اصلا. like مثل هي هاي اللي احنا هاي اللي اصلا نريد نمسحها. زين فهو اصلا مشغل، تمام؟ هو مشغل، فمباشرة هو يجي يصفي لي الحاسبه كل ما يشوفها انها عثقل علينا. ونعملها اون. هذا انتهى الموضوع، انا ما اجي امسح بيدي، انا اسوي له كل هسه الويندوز 10 اوتوماتيك، هو ينظف ويرتب براحته يعني. اوكي هسه تشوفون هنا ماخذ 4 جيجا اللي هو هذا على شكل حاويه. تمام سكانينج. اقول له ريموف فايل، اذا انا مستعجل عمل له انا فوت عليه ريموف فايل. خلاص ما ظل عندي. هاي كل ما تدوسون عليه يظل يطلع هي مكتوب اكثر من هذا الرقم بس الصغر 68 ميجا. اوكي المهم هو نظف لي ديسكتوب مثلا 5 جيجا ماخذ عندي من النظام. المهم احنا بس نروح على اعيد على السريع، اروح على ستارت سيتنجز الضبط، بعدين اختار اول وحده السيستم، بعدين اروح على اليسار ستورج اللي هي الذاكره. تمام بعدين اعمل هذا اول واحد فوق، اذا كان اوف اعمله اون اشغله، هو مباشره راح ينجاز بالامر وينظف الحاسبه. نرجع الى الكتاب. زين نجي اخر شيء يقول رابعا اعاده تشغيل الحاسوب بشكل دوري. طبعا الحاسوب اكو كثير ناس يتعامل مع الحاسوب تمام انه ما تطفى، يضل شنو مثلا ما اشتغل اجى مجرد طبق الحاسوب يعني سده بدون يعمل شوت داون، يسوي عمليه سليب للحاسبه، يرجع مره ثانيه يشغلها مثلا بالليل يعمل سليب، ثانيه الصبح يشتغل بها وسليب، والى يعني اسبوع او اسبوعين احتمال ما يسوي له شوت داون ولا يعمل لها ريستارت. فالتشغيل الحاسوب يعني بشكل دوري اعاده تشغيله والريستارت تمام يصلح لي كثير مرات من المشاكل. مرات هو الحاسوب ما يريد يعني شلون ما يريد يعمل هاي المشكله اثناء عملنا، فيأجلها يضل يأجل اخر شيء احتمال تنظر بالحاسبه قد ما يصير ضغط عليها، فلازم نعمل اعاده تشغيل. مثل الموبايل، احيانا الموبايل عندنا يصير فيه مشاكل الا نطفيه ونشغله. وقد تسبب كثرة التطبيقات المستخدمة في آن واحد ارتفاع الحرارة
أو ارتفاع حرارة المعالج بطئا في تنفيذ مهام الحاسوب واحتمال توقف الحاسوب عن العمل بشكل كامل. لذا نلجأ إلى إعادة تشغيل الحاسوب إذ يعرف بأنه إنهاء عمل نظام التشغيل والبرامج الفعالة كافة ثم إعادة تشغيل الحاسوب مرة أخرى. إذن يجيكم تعريف أو ما هو الريستارت، تمام؟ أو ما هو أو كيف نقوم بإعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري، شنو أو ما هو الريستارت أنا راح أجيبه. يعني هاي تشوفون ستارت باور، هاي ريستارت، كيف نقوم بعملية الريستارت أو ما هو وظيفة الريستارت، تمام؟ أجل وظيفة الريستارت هذا باللون الأسود العميق بأنه هو إنهاء عمل نظام التشغيل والبرامج، باقي لي دقيقة، إنهاء عمل نظام التشغيل والبرامج فعالة كافة ثم إعادة تشغيل الحاسوب مرة أخرى. كيف نقوم هذا عملي؟ أكو أحد ما يعرف يسوي ريستارت فيكم؟ والله كلكم تعرفون تقريبا، يعني نين ستارت باور ريستارت، شوفون هاي ريستارت، انا حاليا عندي ابديت فلهذا ظهر ابديت اند ريستارت يعني ريستارت، تمام بنات؟ ستارت باور، شوفون ستارت باور ريستارت، ستارت باور ريستارت. يقول عند عدم استجابه الحاسوب لامر المستخدم يتوقف عن العمل فيها فنقوم بالضغط على كنترول الت ديليت بالكيبورد، تضغطون مع بعض كنترول مع الت مع ديليت راح يظهر هذا الشيء، هو التاسك مانجر، ما اعرف اذا يظهر عندكم، اختار تاسك مانجر راح يظهر عندي هذا التاسك مانجر، تمام؟ العفو